الداعي. اسم؟ صالح عمر. صالح عمر الثاني. صالح؟ صالح عمر. صالح عمر الثاني. العمر يا صالح؟ 19/3/2001. مكان السكن يا صالح؟ سماع. تبعية أي كتيبة أنت يا صالح؟ 107. تبع مين الكتيبة هذه؟ أنا التحقت بالكتيبة هذه؟ شهر 11. أي سنة؟ 2018. اسمك؟ مولد قداش؟ 9/11/2001. مكان السكن؟ صغار. مدة الدورة قداش قاطعة في الدورة؟ مدة الدورة طبعا. إن شاء الله. باهي من طلعت أنتم من صدرات وين قال لكم ماشي ولا كيف طالعين؟ علاش طلعتوا؟ علاش تحققوا اليوم اللي طلعوا فيه الجيش من بعد علاش تحققوا فيه مثلا؟ اليوم الجيش حفتر هذا. طارق بداية قالوا لنا ماشي للصومال واللي ما يجيش قالوا الجيش شرطة عسكرية. يعني تم تهديدك على درجة خطة عسكرية. ايه. تمام. وين شدوك؟ الزهر. النوع السلاح كنت تستعمل كان عندك سلاح؟ لا. تمام.